بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس آخر من دروس الكمان، وهو نتعلم بالنهاوند وتمارين على النهاوند. عندي تمرين شوي أشوفه مفيد للمبتدئين إذا طبقوه، يعني يقوي أصابعه على نغمات النهاوند. وتمرين آخر اللي هو بنت الشلبية، أيضا تمرين بسيط، وكل واحد يتمنى أنه يعزف هذه المعزوفة الجميلة. فنجي أول مرة نتعرف على نغمات النهاوند على الكمان شلون يصير. طبعا نهاوند الدو راح ناخذ، نهاوند الدو يبدي من دو، هذي دو، ري وتر مطلق، مي بيمول تصير بداية الزند. شوف يعني هنا مي طبيعي، شوف هنا مي منخفضة يسموها بيمول، فا هنا سبعة ثواني، صول ولا بيمول، وسي طبيعي بالصعود النهاوند. شوف هاي المسافة، يعني اكو فرق بالاصبع، زين هاي المسافة، ودو. ومن يرجع السي هذه الطبيعي تتحول الى بيمول. شوف سي بيمول لا بيمول صو فا مي ري دو، تختم سي طبيعي سي دو. يعني النغم راح يصير عندك بالصعود شكل وبالهبوط شكل. بالصعود هالشكل يصير، بالهبوط واضح، اعتقد واضح وجدا بسيط. نغم النهاون هذا يسمونه نهاون. فعندنا تمرين احب اقدمه لك انه يقويك في تنقلات على النهاون، في تنقلات الاصابع، يعني راح تتقوى شويه به. فهنا هسه نسمع التمرين اول مره حتى نشرح التمرين. بسيط، هو أنا مسجلة للطلاب، راح نعزف ويا التسجيل، بس اسمع الإيقاع. هو وزن 4x4، شوف اسمع، 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، واضح؟ 1 2 3 4، هذا البار الواحد. زين، مع هذا الإيقاع أنت تأخذ التمرين. فسنعزف التمرين مع الإيقاع حتى تسمعه، وبعدين نشرح التمرين. طبعا هسه هذا هو التمرين سمعنا. فشلون راح تعزفه؟ اوكي، يعني جمله بسيطه، شلون راح تعزفه؟ يبدي من المقطع الاول، هذا المقطع الاول طبعا هو بتاكيد على الاصبع الرابع، يعني شويه يقوي الاصبع الرابع بحركتين الاصبع الرابع. فهنا ايش راح يبدي التمرين؟ سلم دو، شوف دو ري مي فا صولا سي دو، كلها كروشات، دو ري مي فا صولا سي دو، واضح؟ وبعدين تجي شوف ري هنا تاخذها بالاصبع الرابع، ري دو سي
تاخذ اياها، هو ممكن تاخذها بس تاخذها مع ري دو سي دو، بعدين تجي ري دو سي دو دو سي دو، شوف اربع مرات، شوف هذه الحركة قوي في اصبع الرابع، بعدين تجي وراها دو وراها ري مي فا صو، يصعد هنا ري، وبعدين تجي وراها لا صو فا صول، وتجي وراها واضح. هذا هم شوف هنا الاصبع الرابع لا بيمول، تاخذها بصف الاصبع الرابع بصف الاصبع الثالث الصول، وبعدين تاخذ صوفا ميري ميري دو، شوف صوفا ميري ميري دو، وبعدين فا ميري دو ري دو سي، هنا سي بيمول، وبعدين ميري دو سي دو سي لا صول، وصلت الصول ايش تاخذ النوبة لا صوفا صوفا مي فا ميري ميري دو، شوف لا صوفا صوفا مي فا ميري ميري دو. هذا تمرين بسيط تاخذه لتقوية الاصبع الرابع والتعرف على نغمات النهاون، وما اعتقد باشكال او بصعوبة، بس تسمع التمرين. وممكن انت، انا اعطيته السرعة بطيئة يعني للطلاب مسجلة على مود يعزفون مع التسجيل التمرين يكون افضل حتى ايقاع يصير مضبوط، فانت لا تسحب الفيديو وشغل هذا التمرين وايقاع مضبوط، وهسه تعرفت شلون تعزف الصوت باجماله، ممكن تطبقه حتى لو تخطأ مرة اثنين لحد عشر مرات عشرين مرة تخطأ، ولكن بعدين راح ينضبط عندك. من ينضبط عندك تصير سيطر على مقام النهاوند شلون ينعزل. هسه بعد هذا المقام عندنا تمرين آخر أيضا ممكن أن يكون جميل بالنسبة إليك وممكن تتمرن عليه، اللي هو أغنية بنت الشلبية مال فيروز أيضا نهاوند الدو. إيش راح تبدي؟ راح تبدي بهذا الشكل، شوف هذه المقدمة مالت حتى يطلع لنا. هاي المقدمة شلون تنعزف؟ شوف دو راح تصير دو ري مي، المقدمة راح تصير بهذا الشكل دو ري مي، شوف دو ري مي، وراها فا صولا سي دو ري سي، هنا سي طبعا طبيعي واضح. أعيدها دو ري مي فا صولا سي دو ري سي، هاي الجملة الأولى راح تصير هالشكل، وراها راح تيجي مي ري دو، شوف مي ري دو، سلم كامل من سي إلى دو، سي لا صوفا مي ري دو، واضح هالشكل راح أصير عندك. وراها تيجي هاي اللي شفت من لازمة صول صول دو صول دو صول صول دو صول دو، هذه لازمة تأخذها أيضا. وراها راح يبدأ الغناء صول 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 لا صول فا لا صول يا بنت الشلبية، آه هنا هذا معناها هذه صول 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 لا صول فا لا صول، أعيدها صو 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 ثلاثة صو 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 لا صو فا لا صو، سكت أكو، بعدين تجي وراها صو لا دو سي لا لا صو فا، شوف هذا طبعا ما حافظ الكلمات أنا، هاي تا 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 تا
بنت الجنبية تلا لا لا لا. هذه راح تصير صولا دوسيلا صوفا، واضح؟ هذه الجملة، وراها شرحت تجي الجملة لا لا صوفا مي ريدو. شوف أعيدها لا لا صوفا مي ريدو، واضح حسن هنا؟ أعيدها صو صو لا لا عفوا لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري دو صو فا مي ري دو، وراها تيجي ري مي فا مي ري ري دو دو سي دو، ري مي فا مي ري ري دو دو سي دو، واضح؟ فراح تصير كاملة بهذا الشكل لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري دو ري مي فا دو مي فا صو لا لا صو صو وتنعاد لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري فا مي ري دو دو سي دو. شوف تنعاد بها الشكل، هي أعقد بها شيء هي هذه الجملة إنه تحفظها لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري دو ري مي فا مي ري ري دو دو سي دو ري مي فا صو. شوف دو ري صو صو لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري دو ري مي فا مي ري ري دو دو سي دو، واضح؟ أعتقد واضح. بعدين تيجي الجملة دو ري مي سي دو ري دو ري مي مي ري مي فا، وايضا راح تنعاد من ياخذ دو ري مي فا صو 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 لا صو فا لا صو صو لا دو سي لا صو فا لا لا صو صو فا مي صو فا مي ري دو مي فا مي ري ري دو دو سي دو، وتنعاد بهذا الشكل. هذه أنا مو من باب مجال أعلمك أغنية، وإنما من باب مجال تمرين بسيط ممكن المبتدئ يؤدي، فهذا الغرض من التمرين. هنا ينتهي درسنا، بس قبل ما أختم يعني أكو جماعة يعني ما طالب من الناس اللي تشوف القناة اعطوني شير واعطوني لايك واعطوني فعل الجرس وكذا وتابع، لان انا ما لي مصلحه بهذه الشغله، لان ما مسوي حساب حتى استلم فلوس من اليوتيوب على مود الفيديوهات، والله ما مسوي حساب ولا لي شغله بالحساب زين. و مسوي القناه هي هديه مجانيه دروس تعليميه، اللي يحب يشوفها يشوفها، واللي ما يحب يشوفها ما تعجبه لا تعجبه. فليش بعض الناس يعني مجرد انه ما اختلف رأسا قام يتهجم، هو ما شاف الفيديو ورأسا مزعج الفيديو، قال الدرس نشرته ليش مزعج؟ من جابك على زعاج؟ يا اخي مزعج عوفه، اكو غير قنوات تطربك. انا يعني دروسي ما بها طرب وسلطنه، سلطنة وطرب تجي يم غير قنوات يشرون يعزمون، يبرز كان يتب بالعزيف، يبرز التكنيك ماله بالعزيف، يعني سلطين. هاي اكو غير قنوات ممكن تتابعها، ما انا تجي انا ما عندي سلطنة بالعزف ولا عندي اعلمك حسب اهواء والرغبات، انا عندي منهج كيف اعلمك تعزف. انت تتعلم عزف وبعدين روح سلطين وش تريد تسوي سوي، اما انت تتهجم هذا مزعج وسلطن لمجرد شغله مثلا ما نفذتها، مثلا يريد الفبرات الاستيكاتو يابا انت سبعدك وينك وين الاستيكاتو والبزيكاتو والفبراتو، انت بالسنه الاولى لان ما تحتاجين وما ممكن انت تأدي هسه لاني فيبراتو استيكاتو بزيكاتو، انت هسه يلا تعزف الليجاتو هذا يسمونه العزف العادي زين. فانت مجرد والله اني رفضت القناه وبطلت الاشتراك، هذا بطلت اشتراكك من القناه عشان شنو راح يصير؟
لا تقدم ولا تأخر. أكو ناس حتى لو 20 واحد يستفادون ويتعلمون كل إشكال. أنا ما أريد متابعين آلاف وشنو القبض وشنو الفائدة، وما أريد لايكات، لا أحرم لا تط لايك ولا تعلق ولا أريد. شوف واسمع واستفاد، استفادت خيرا على خير، ما استفادت أو في القناة خلت وين. فهذا اللي يحس بالنفس إنه يعني أطفال بعدهم مراهقين ما يعرف شنو الشغلة، ما عاد أسلوب صحيح بالنقاش. أتجن أكوان حسوا بعد كواجبي تربوي من أنصح العالم تحسن السلوك، لأن الأمم تتطور بالأخلاق، أخلاق تتطور الأمة، ماكو أخلاق الأمة والله تظل متأخرة وما تتطور. على كل ما طول عليكم، اللي يحب يستفاد استفاد، واللي ما يحب يستفاد بكيفه، وأنا حاضر لأي إنسان يتصل بي على معلومة مساعدة أسعد. لهنا ينتهي الدرس ومع السلامة.